اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، كابتننا وكابتن مصر والنادي الاهلي السابق النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك كابتن؟ اهلا اسلام، شرف اهلا بيك. ازيك كابتن؟ سعداء جدا بوجود حضرتك معايا كابتن ماهر. الاول طبعا مبروك 14 فوز متتالي للنادي الاهلي في سلسله الانتصارات الاخيره، اخرهم مباراه مودرن اللي كلنا واحنا بنتكلم الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم عن انها واحده من الخطوات الصعبه للنادي الاهلي للعوده طبعا لصداره الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بنبارك للنادي الاهلي مجلس ادارته وجماهيره والجهاز الفني واللاعبين على الاداء اللي بيتادى خلال الفتره اللي فاتت مع الصعوبه اللي احنا بنشوفها كل 3 ايام كابتن اسلام، مع درجات الحراره كمان اللي احنا بنعيشها خلال الفتره، يعني درجات الحراره يمكن قاسيه علينا بشكل كبير جدا. اول مره الصيف يجينا بالقوه دي وبالحراره دي، وده كل دي عوامل بتاثر على لعيبه النادي الاهلي اكيد في الاداء. لكن انا عايز احيي لعيبه النادي الاهلي طبعا من خلال برنامجك، وده اللي احنا قلناه ان معدن وشخصيه لعيبه النادي الاهلي بتبان في المواقف الصعبه، وفعلا هم في مواقف صعبه بشكل كبير جدا، لان في منافس قوي ومنافس احنا شفناه في المباراه اللي بيننا وبينه، كان واضح قوي ان هو ند للنادي الاهلي، النادي بيراميدز واضح ان كان ند للنادي الاهلي، عنده بردك لعيبه على اعلى مستوى، سكواد رائع الحقيقه نادي بيراميدز، يعني عنده مدير فني كمان عامل معاهم اجواء جميله جدا، عامل معاهم مكاسب حوالي يمكن 12 مباراه، عامل 14 برضه 14 مباراه. وكانت المباراه طبعا الاهلي كانت يعني لولا المباراه الاخيره دي الاهلي كسب فتوقف عند 14 مباراه. وده واضح كمان بالحماس اللي كانوا موجودين عليه. بص يا كابتن اسلام، من افضل المباريات اللي شفناها هذا الموسم الاهلي وبيراميدز. بالظبط، لقاء الاهلي وبيراميدز. لا كابتن دايما كان حقيقي يعني. الحقيقه دايما بنقول هذا الكلام وحضرتك ودايما بندي حتى نادي بيراميدز حقه، ولكن يعني انا ويوم الاثنين اللي جاي انا متاكد ان شاء الله ان احنا هنشوف مباراه تليق بالفريقين الكبيرين، ولكن في نفس الوقت موضوع حركه التذاكر ده، يعني انا بشوف ان التذاكر غاليه جدا جدا جدا، يعني بالظبط تذاكر الدرجه الثانيه والثالثه في مباراه بيراميدز. وبالمناسبه مره ثانيه بس انا حابب ان انا اقول هذا الكلام، انه من يضع اسعار التذاكر هو النادي صاحب المباراه، مش شركه تذكرتي ولا النادي الاهلي، لا النادي صاحب المباراه القادمه هو نادي بيراميدز. هو كمان كابتن اسلام عايز يحرمك من ضلع مهم جدا وهو جماهير النادي الاهلي العظيم. خلي بالك ماشي حقه ان هو يفكر بهذا الشكل وبهذا المنطق، ولكن في الاخر جمهور الاهلي يعني هيروح ان شاء الله. ان شاء الله انا متاكد مليون في المية ان جمهور الاهلي هيروح، لان الناس كلها بعت لي تعليقا على الكلام اللي انا قايله، يعني ان احنا كلنا موجودين يا كابتن، ويعني كل واحد يعمل اللي هو عايزه. حقهم يمكن شايفين ان ده يكون جزء من الحق في ان هم عايزين يكسبوا علشان يعودوا لمره ثانيه والفرق يكبر لصالح، الفرق ما يكبرش قوي يعني لصالح النادي الاهلي. ودي الثقافه اللي احنا اتعودنا عليها من جماهير النادي الاهلي. هي ثقافه جماهير النادي الاهلي ثقافه واعيه، وعنده حس بشكل كبير جدا، وعارف بيساند لعيبته، وعارف ان لعيبته محتاجاه في كل مباراه، وخصوصا المباراه القادمه، لان المباراه القادمه يعني هنلاقي شراسه اكتر كمان يا كابتن اسلام من المباراه الاولى. لكن عايز اقول مباراه كانت قويه جدا من الناحيه البدنيه، من الناحيه الفنيه، من الناحيه التكتيكيه، من ناحيه التغييرات اللي حصلت بالنسبه للاثنين المدربين، من اداء اللاعبين او اللعيبه اذا كانوا بيراميدز او النادي الاهلي في حته الروح القتاليه العاليه، لدرجه ان احنا ما حسيناش من المباراه، من حلاوه المباراه كان فيها تركيز بشكل كبير جدا للمشاهدين داخل الملعب وخارج الملعب. واول مره بصراحه نحس ان في نديه بصراحه داخل الملعب، مش عارفين مين هيكسب، اجوال كمان موجوده، هدف هنا وهدف هنا وهدف هنا وهدف هنا وتعادل، وبعدين طبعا قضيه اللي عودنا عليها قفشه من ضمن الحاجات الجميله اللي احنا شفناها. المهارات اللي كانت، حضرتك كنت بتتكلم عن ماتش بيراميدز، ماتش بيراميدز لان هو انا بعتبره كابتن اسلام ان من افضل المباريات اللي اتلعبت في الدور الاول والدور الثاني الاهلي وبيراميدز صراحه. من كل الناحيه الفنيه، من الناحيه الفنيه، من الناحيه البدنيه، من الناحيه الخططيه، لا حاجه فعلا تحس كده ان حاجه عاليه جدا 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 من لعيبه النادي. ماتش حلو بصراحه قوي، والاهداف اللي احنا شايفينها يمكن سمير بيعرض لنا الاهداف الجميله اللي احرزها النادي الاهلي
كلها مبنيه على تكتيك، جمل تكتيكيه اللعيبه متعودين عليها، اختراقات من على الاطراف، كورسات عرضيه. صحيح. طبعا دي ضربه الجزاء لوسام الهدف الثاني، الهدف الاولاني كمان كان هدف مميز لوسام. وجوده وحسه كهداف يا كابتن اسلام، وجوده في المنطقه المؤثره اللي بين ضربه الجزاء والسكس يارده زي كهربا كده. صحيح. بيحس بالخطوره في المكان ده، فتواجده كان بشكل كبير. طبعا الهدف الثالث اللي قفشه عمله باتقان وبثقه واداء غير عادي، ومش جديد على قفشه، لان قفشه كمان الفترات اللي فاتت لما مستر كولر عنده ثقه كبيره جدا فيه وبيبدا يضيفه في الوقت المناسب، فعلا قفشه عند حسن الظن مستر كولر طبعا وجهازه الفني واللاعبين قدر يسجل الهدف الثالث، هدف قاتل بشكل كبير. ده طبعا الهدف الاولاني حسين الشحات اللي بيقوم بدور كبير جدا جدا في الجانب الهجومي من ناحيه الاطراف من ناحيه العمق. حسين من اميز اللعيبه اللي موجوده في المباراه السابقه، عمل كروس عرضي بعيد خالص عن مدافعي بيراميدز محدش شافها، وطبعا وجود وسام في المكان المناسب عشان يسجل هدف يفتح بيه الجيم، يفتح بيه المباراه. واحنا اتعودنا كابتن اسلام ان الهدف الاولاني للنادي الاهلي بيدي ثقه كبيره جدا للاعبين، بيدي ثقه للجماهير، بيدي ثقه للجهاز الفني. وانا نعم. شايف ان يعني لعبتنا بصراحه بتادي مباريات اللي هي مؤجله بشكل احترافي وبشكل جيد.